قال لها: ياما هسافر، هتعب، هتغرب عشان ابني حياتي. قال لها: ياما في البداية كده ومن غير اي تفاصيل هعتمد على نفسي عشان مراتي اللي هتجوزها وجوازتي تكون من دراعي وكتفي. قال لها: ياما ادعيلي، وخد شنطته وسافر. الشاب اسماعيل محمد عبد الصمد يعني حديث الآن السوشيال ميديا بسبب وفاته منذ عدة دقائق وهو بين أحضان عروسته في العربية. هو عريس لسه جديد، ادعو له بالرحمة والمغفرة. حفل الزفاف متابعينا الكرام في محافظة الشرقية تحول لي يعني عزاء ضخم. المتوفي فارق الحياة أثناء حفل زفافه اللي روحه فاضت إلى بارئها في وجوده بجوار عروسته في حفل الزفاف. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ادعو له بالرحمة والمغفرة. العريس الشاب إسماعيل محمد عبد الصمد لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء حفل زفافه وفارق الحياة قبل نهاية حفل زفافه بعدة دقائق. سنوات كثيرة جدا من الغربة، ادعو له بالرحمة والمغفرة. سنوات كثيرة جدا من الغربة عاشها إسماعيل عشان يكون نفسه ويبدأ حياته، إلا إنه الحظ، إلا إنه القدر، إلا إنه إرادة الله سبحانه وتعالى كانت يعني لها رأي آخر، وكان هذا الرأي هو أن يعني تخرج أنفاسه الأخيرة قبل ساعات من يعني دخوله عش الزوجية. ادعو له بالرحمة والمغفرة. الشاب اسمه إسماعيل محمد عبد الصمد من محافظة الشرقية. الشاب اسمه إسماعيل محمد عبد الصمد من محافظة الشرقية وبالتحديد في منيا القمح. اتوفى وفارق الحياة أثناء حفل زفافه وروحه خرجت إلى بارئها، ادعو له بالرحمة والمغفرة. اتوفى وروحه خرجت إلى بارئها في حفل زفافه قبل انتهاء حفل زفافه بعدة لحظات. غربة عاشها إسماعيل 5 سنين. هو عريس مصري توفى جنب مراته يوم زفافه. الخبر ده تحول لخبر حزين للغاية، من خبر تعالوا يا جدعان وقفوا معايا، تعالوا يا جدعان خليكم معايا سندوني فرحتي الليلة، اتحول لان اخواته واهله وناسه عاملين عزا ضخم جدا لإسماعيل عشان هو لم يفرح فقط. 5 سنين، 5 سنين يعني إسماعيل 5 سنين عاشهم في حزن وأنين. إسماعيل 5 سنين عاشهم في شقة وعاشهم في نوع من أنواع إنكار الذات عشان يبني نفسه. التفاصيل كلها زي ما حضراتكم سامعين وبتشوفوها، هذه هي الصورة زي ما حضراتكم شايفين، صورة إسماعيل. ادعو له بالرحمة والمغفرة، فقط لا نقول إلا ما يرضي الله. ادعو له بالرحمة والمغفرة. في الجنة عريس بعد 5 سنين غربة، في الجنة عريس بعد 5 سنين تعب، نزل يتجوز من الغربة بتاعته لكن توفاه الله. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة، بالله عليكم تدعوا له يا جماعة بالرحمة والمغفرة، بالله عليكم يا جماعة تدعوا له بالرحمة والمغفرة. الدكتور شعبان طبيب القلب، دائما كنا بنروح له ونسأله عن هذه الأشياء وإزاي قد إيه يعني الدكتور شعبان ممكن يفيدنا في هذا الموضوع ويقول لنا يا ترى إسماعيل اتوفى ليه، يا ترى إسماعيل اتوفى ليه. الدكتور شعبان متابعينا الكرام قال: احذروا من الفرح الشديد المفاجئ، لانك انت لو فرحت فرح شديد مفاجئ ده ممكن يؤدي الى الموت المفاجئ. وقال في صفحته على الفيسبوك: زي الزعل ما بيكسر القلب ويحزن النفس ويدمرها وبيعمل صدمة قلبية حادة ويسبب الموت المفاجئ، برضو الفرح الشديد المفاجئ ممكن يعمل كده ويخلي اختلال كهربة القلب ويؤدي للموت المفاجئ، وده اللي بنسميه متلازمة القلب السعيد. متلازمة القلب السعيد، ادعو له بالرحمة والمغفرة. ان هذا الرجل كان دائما، اسماعيل كان دائما يشقى على يعني اهله وناسه، عاش في الغربة 5 سنين ولما نزل يتجوز
أصابه المكروه وأصابته العين، وبالتالي حدث ما لا يحمد عقباه. دكتور جمال شعبان دكتور القلب قال إن إحنا الظاهرة دي ليها تفسير علمي هقوله لحضراتكم دلوقتي. زي ما الزعل بيحزن ويكسر القلب ويعمل الموت المفاجئ، الفرحة بشكل مفاجئ أيضا بتعمل اختلال في كهربة القلب وبالتالي ممكن تؤدي للموت المفاجئ. المكان كله حزين 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 على فراق هذا الشاب البسيط الطيب. متلازمة القلب السعيد اللي قال عليها الدكتور جمال شعبان وقال إن بسببها ممكن يكون توفى عريس من القمح، قال كده وكتب على صفحته إنا لله وإنا إليه راجعون. مات بالسكتة القلبية وهو في الزفة بجانب عروسته في العربية. في سيارة الزفاف تحولت صفحات التواصل الاجتماعي متابعينا الكرام في لأبناء القرية بإحدى قرى محافظة الشرقية مركز ميا القمح لدفتر عزاء كبير، ونا دفتر عزاء ونعي لهذا الشاب اللي عاد من إحدى الدول العربية بعد 5 سنين، 5 في 365 يوم 1700 يوم شقى عشان يتجوز. دعوات الرحمة والمغفرة وقراءة القرآن الكريم دي اللي كانت موجودة على لسان كل الناس والمحبين في محافظة الشرقية وبالتحديد في منيا القمح. دكتور جمال شعبان قال اللي هو العميد السابق لمعهد القلب القومي قال انه العريس اتوفى ممكن يكون متأثرا باختلال في كهربة القلب او سكتة قلبية نتيجة الفرحة الكبيرة. فاحذروا احذروا من الحزن الشديد، احذروا احذروا من الفرح الشديد، واحذروا ان تكون حزين وان تكون سعيد بشكل مفاجئ مفاجئ. متابعينا الكرام، متابعي موقع وجريدة أبو كبير ميديا، إذ نتقدم للأسرة بخالص التعازي ولأهالي القرية بخالص التعازي لوفاة هذا الشاب الذي لم يجن من العمر إلا القليل وجنى من التعب كثيرا. ادعو له بالرحمة والمغفرة.